المركز الكشفي التطوعي بادر هو مركز خاص بالإدارة العامة لتعليم منطقة مكة المكرمة. يقوم المركز بخدمات مكثفة على مدار العام مع أكثر من جهة، منها قوة أمن الحرم ورئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام. ويعمل أيضا المركز مع وزارة الصحة في مركز الطوارئ والعمل مع جهات خيرية لإفطار الصائمين مع لجنة السقاية التابعة لأمارة مكة، وكذلك يساعد الكشافة في دفع العربات للحجاج والمعتمرين ونقل الحجاج داخل منطقة الحرم، وكذلك يعمل بمركز إرشاد التائهين في مواسم الحج والعمرة. معاي في من استديوهاتنا في مكة المكرمة الأستاذ زياد قدير، رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة. حياك الله أستاذ زياد. حياك الله حبيبي، الله يحييك. حدثنا عن بادر، وإيش اللي بيسوينا بادر الفترة الجاية إن شاء الله؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا مركز بادر أحد المراكز التابعة للإدارة العامة للتعليم منطقة مكة المكرمة. المركز يقوم بخدمة الزوار والمعتمرين في الحرم المكي الشريف على أكثر من جهة، طبعا في المواسم وعلى مدار العام. نقوم في كل يوم جمعة بالتعاون مع الأخوان في قوة أمن الحرم في تنظيم المصلين، في تنظيم المشايات داخل الحرم المكي الشريف، هذا ما يخص يوم الجمعة على مدار العام. كذلك الأخوان في الإدارة العامة للتعليم منطقة مكة المكرمة في إفطار الصائمين داخل الحرم المكي في يوم الاثنين ويوم الخميس، بالإضافة إلى البرنامج في مركز بادر على الموسمين، يعني موسمي الحج والعمرة. في موسم رمضان هناك يعني أعمال مكثفة مع أكثر من جهة يتم التعاون معهم في تقديم هذه الخدمات لهذه الجهات. طيب عددكم كم يوصل أستاذ زياد؟ طبعا في موسم رمضان بفضل الله العام الماضي وصل العدد إلى ما يقارب 2228 كشاف وطالب مشاركين في هذا المركز. أيوة. المركز يوجد به مركز استضافة لجميع الإدارات التعليمية المشاركة في هذا المركز، والمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في الحرم المكي الشريف. تم استضافة أكثر من 36 إدارة تعليمية في هذا المركز بتوجيهات من سعادة مدير عام التعليم منطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد الحارثي. طبعا كان في دعم من الوزارة بتخصيص ناديين موسميين من وكالة الوزارة ممثلة في إدارة النشاط الطلابي، خصصت ناديين كشفيين موسمين تعمل في موسم رمضان لتقديم هذه الخدمات في الحرم المكي الشريف. من فضل الله احنا كان التعاون مع اكثر من جهه، مع في بدايه الامر كان مع اماره منطقه مكه المكرمه في تنظيم دخول بعض الوجبات وتنظيم بعض المشايات خارج الحرم المكي الشريف، بالاضافه للتعاون مع قوه امن الحرم بعدد ما يقل عن 150 كشاف وقائد من فضل الله. كذلك مع وزاره الصحه تم التعاون في نقل بعض المصابين من داخل الحرم المكي الشريف. طيب. والمراكز الصحية إلى مركز الطوارئ. أي. التعاون مع الجهات الخيرية في إفطار الصائمين، تم تقديم أكثر من 30,000 عبوة إفطار صائم في الحرم المكي الشريف. طيب. في صفر الداخل المطاف وخارج المطاف. طيب أنا أستاذ زياد قدير أنا شاكر لكم ومقدر، بس بقول معلومة، ترى هذول كلهم متطوعين من عيال البلد هذا في خدمة ضيوف الرحمن اللي يجون إلى المملكة العربية السعودية، فهذا الشيء لا نمن فيه، لكن هذا ديدا هذه القيادة في هذا البلد وأيضا هذا الشعب اللي موجود. فإحنا بس هذه الماحة بسيطة عن جهد بسيط في جهود كبيرة جدا الكل يعلمها.